يلا يلا. وهابي بيرثداي تو يو. كل عام وانتي بألف ألف خير. انتي بألف خير. هاد الكيك سويت لك اياه من تحت ايدي مخصوص مشان عيد ميلادك. ايه باين من منظره. بتعرفي بشو تذكريني انتي؟ بمين؟ بستي الله يرحمها. هيك كانت تعمل، قال تعمل لنا قالب جاتو على ايدها وقت تحتفل بحدا فينا. يعني انتي مثل ستي، دقة قديمة. هلا لا تعملي لي فيها ستي وما ستي، انا مو قدرتي اشتري الكيك جاهز، لك مالك شايفة الاسعار شلون ناطة فرد نطة يا مخلوقة. ما قلت لك مين جاي لعندي؟ لا يا بعدي مين ما قلتي لي. جاي لعندي رفيقتي من ايام الجامعة، مغتربة واليوم بتوصل على البلد خصوصي لحتى نحتفل بعيد ميلادي سوا. أكيد رح تكون جايبت لي معها هدايا كتير 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 ياي، لأنه هي البنت كتير كلاس. بتعرفي شو سعاد؟ عم فكر انزل على السوق جيب تشكيلة حلويات مرتبة وجيب قالب جاتو بدل هالجاتو المبهدل، يعني هيك جاتو مرتب عليه القيمة. أي وليش كل هالمصاريف يعني؟ ساوي الحلو والعصير على إيدك بالبيت. فولجير انتي، فولجير كتير. بدك ياني بهدل حالي قدام الناس الاكابر؟ الا والله انا ليلى وبحب بيض وشي وخصوصي قدام هدول الناس. طيب وشك ابيض تقبلي قلبي، انا تاخرت وصار لازم روح. يلا بدك شي؟ بالسلامه. الله يسلمك. طيب بدي بيض وشي قدام رفيقتي اللي جاي مخصوص من السفر لحتى تحتفل بعيد ميلادي، وهالشي حبيبي بده مصاريف كثير. لك يا ليلى يا بنت الحلال، بيقول لك المثل على قد الحافه مد رجليك، يعني انت بكل بساطه اعملي لك حفله هيك ناعمه لطيفه وخالصه فضت يا عرب. لك انت شو بدك يعني اتبادل قدام رفيقتي وتحكي علي؟ فريد كيسك شوي، فريد كيسك، القصه ما بدها بخلني. لك انا عم بتبخلن؟ ولك كل هذا اللي عم بعمله وعم بتبخلن؟ الله يسامحك لك يا ليلى. كل هذا اللي عم تعمله؟ اي والله اللي بسمعك بيقول فايت بهديه وطالع بقطع الذهب. ايه علينا هلا لا توجعي لي راسي، الله يرضى عليكي. خلصنا بقى. خلص تركيني بدي ارتاح شوي، ها؟ بدي نام. ماشي يا سيد قصي، نام وارتاح، وانا ما راح اعمل غير اللي براسي. طيب. لوك 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 من اول ما اجت لهلا. شو هاد يا؟ شو بتنق؟ لا لحظة وينو؟ عم يرن موبايلي. وينو؟ ليلى جيبي لي موبايلي من جوا. يلا يسلم هالديار حبيبتي، انا رايح على شغلي تاخرت لانه بس بدي المصاري كرمال الضيافة. وين حطيت انا هون؟ بس هدول ما بيكفوا. قول لك يا حبيبتي طلعت لك يوم من جيبتي، يعني لو معي غيرهم كنت اخبيهم عليكي، والله العظيم ما معي غيرهم. خلاص دبري حالك خاطرك. الله معك. احسن شي حاكي سعاد خلص. ايه بس كمان هديك الثانيه دقه قديمه. يا ربي دقلك. لك خلص بلا سعاد بالقط. شو هاد؟ أم اللول القالب الغالب. إيه هيك الفساتين يا بلا.
لا هيك الرقبة فاضية ما بيمشي الحال، بدها طوق. ألو؟ هاي سوسو، كيفك؟ حبيبتي إلك ولا للديب؟ بدي استعير منك الطوق الذهب. ايه دخيل ربك حبيبتي، يلا رح لاقي لك عند الباب. اوكي باي. حليانه حبيبه قلبي، ميت اهلا وسهلا، تفضلي. شو بقى هي جايه وايديها فاضيه؟ لا لا لا، اكيد جايبت لي معها شي قطعه ذهب او خاتم الماس، اكيد هلا رح بتفاجئني. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا حبيبتي، نورتي. انت وصلتي من المطار؟ هي وصلتي، بدك شرفتي ونورتي، ميت اهلا وسهلا حبيبتي. حلوله انا، تفضلي تفضلي، اهلا وسهلا. والله كتير 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 الطريق تعب. الله، وكل شيء ببلاد أوروبا غير، الطبيعة، العالم، الحياة، يعني هنيك أنا عايشة حياتي بكل رفاهية. لو تشوفي السيارة اللي عندي أو البيت اللي عايشة فيه، وزوجي بمناسبة وبلا مناسبة بضل بيجيب لي بهالمجوهرات وهالهدايا وكل شيء، يعني عايشة حياتي بالطول وبالعرض ومبسوطة قد ما بقول لك مبسوطة مبسوطة. شو بدي أعدلك لأعدلك، شو بدي أحكي لك لأحكي. هلأ هي حلا يلي كانت بالجامعة تتدين مني مصاري كرمال ترجع على بيتها، خرب بيتك صاير عم تحكي من روس من أخيرة. لك تضرب تضرب هي والساعة يلي إجت فيها لعندي. أما شو هي؟ شو صايرة مأنزعة؟ وقضينا 3 أيام بجنن وبالبحر. هي حلو البحر بجنن. حلو ما حكيت لك. زي زحلي شوي. لك شو بكي؟ على شو عم تدوري؟ ليش هيك عم تلفي وبتدوري؟ عم ندور على طوق الذهب اللي استعرته من جارتي سعاد ولبسته وما عم لاقيه. ويا قصي، الطوق غالي كثير وحقه هديك الحسبه، وانا ما بعرف منين بدي اجيب لحقه. لك روقي روقي، هلا انت هدي شوي. انت لما لبستي الطوق طلعتي شي من البيت؟ لا ما طلعت ما طلعت، لبسته وقت اجت رفيقتي حلا لعندي. خلص عادي، بيكون معان هون ولا هون، هلا ما بتلاقيه غير التقى. لا تاكلي هم. ولي 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 على أمتك يا ليلى، بلكي هلا أعرف إني أنا أخذت المصاري من الصرف. ولي ليلى. إيه حبيبي. ليلى المصاري اللي كانوا بالظرف هون وينهم؟ أنا مصاري. شو أنا مصاري؟ أنا حاطط مصاري بهذا الظرف وحاطه بدرج. أنا أخذتهم. أخذتيهم؟ وليش أخذتيهم؟ اشتريت فيهم فستان لأستقبل رفيقتي حلا، وجبت بالباقي ضيافه. شو؟ لا ما بيهمك غير حالك، لا بيهمك بيتك ولا بيهمك جوزك. ولك شو هالأنانية هي؟ لا بس فهميني، انت مش مصنوعة. لك همك الوحيد انك تبيني أكابرية قدام رفقاتك ويلعن أبو هالبيت وأبو جوزك. يا قصي يا قصي، أنا أخذتهم كرمال بس بيض وشي قدام رفيقتي. ولك أنا هذا الكلام ما بفهمه. بتعرفي هدول المصاري لمين؟ هدول المصاري لرفيقي وحاطهم عندي أمانة. هو قال لي إذا عتزتهم تصرف فيهم. تخيلي بقايل هذا الكلام ودق لي تليفون قال لي أعطيني مصاريه. شو بدك يعني أعمل؟ روح اتدين لرجع له مصاريه للزلمة اللي حاطهم عندي أمانة؟ اسمعي ولك قسما بالله العظيم، إذا هذا التصرف بينعاد مرة تانية لا تكوني طالق وتراجع عن بيت أهلك. نحن ما بنتدين لنتزين يا خانم. فهمت والله فهمت. التوبة التوبة والله ما اعتقدها ما اعتقدها. لنشوف.
خير ليلى شوفي ان شاء الله مو صاير معك شيء. سعاد انا وقعنا بمشكله كثير كبيره. خير ان شاء الله، شو هالمشكله احكي. الطوق اللي استعرته منك كرمال البسه وقت تجي رفيقتي تحتفل بعيد ميلادي يقول لي يا ريتها ما اجيت ولا حطيت كل هالمصاريف على الفاضي. ضاع فص من الحدا ودورت عليه ما لقيته. بس بدي منك سعاد يعني اذا بتمهليني شويه وقت لحتى اجمع لك مصاري ورد لك الطوق. شبكي الطوق يلي ضاع ماله ذهب. ايه ماله ذهب، فالصو، وعندي اكثر من واحد منه كمان. يا ليلى الوحده مننا لازم تعيش حياتها على هوا ظروفها وتكون مقتنعه فيها، هاد اهم شيء، وتبعد عن المظاهر المزيفه وتعيش واقعها، هيك بترتاح وبتريح. وبقول لك المثل انه مو كل شيء بيلمع ذهب. قلتي لي فالصو؟ ايه شو بدك تشربي هلا؟ قهوة، نشرب قهوة. ايه قهوة؟ العالم الصبح بتشرب نسكافيه، بتشرب ثلاثة بواحد، بتشرب كابتشينو. قهوة؟ هه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 ه